ننتقل لصفحة جديدة. من بعد ولادة جوري ام البنات خلاص وقفت هون. لا شو بعد هذا اخر شيء لاست ابديت جوري صفحة التحرش. اوكي عنوان كثير كبير وكان عندك الجرأة مؤخرا تطلعي على تويتر وتحكي عن حادثة تحرش تعرضتي لها من قبل النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري عام 2003 وذلك بسبب انتقاده لفيلم أصحاب ولا أعز لمنى زكي المسكينة. شو صار وقتها؟ لا لا يعني أنا ولا يعني مستفزني باللي قاله لأنه هو الفيلم عم بيقول هو الفيلم بيحكي بسبب مشهد منى زكي والأندروير تبعه أثار ضجة واسعة بمصر كلنا بنعرف المشهد. هو الفيلم بيحكي عن شو حقيقة ما يحصل في الأسر. هلا هو مش بالضرورة بس بالأسرة العربية بالأسر يعني بالعلاقات الإنسانية والعلاقات بين الكابلز بالمطلق بأي مكان بالعالم. هذا الفيلم في منه نسخة فرنسية وإيطالية وعربية ما بعرف إذا في نسخ تانية. فبيطلع هو بيقول إنه لا هذا الفيلم لا يمثل القيم المصرية وما بعرف شو بلحظتها تذكرت انه عم تحكي انه القيم المصريه العيله ما بيصير فيها هيك. ما يا حبيبي انت عامل هيك. شو صار مع ديما صادق وقتها؟ فكتبت انه يا حبيبي ما انت عامل هيك. شو صار وقتها؟ اللي كتبته انه مر انه انا كنت وقتها كنت وقتها طالبه وبشتغل كمان وقتها بسفير بس اني هاو كنت طالبه وعم بعمل رساله الماجستير وكانت عن مصر وكنت عم بعمل ريسيرش. فوقتها اتصلت فيه لاعمل انترفيو معه مشان الماسترز. بذكر كثير منيح رجعت على الاوتيل لقيتك بوكيه هالقد وورقه منه ودق خلص اللي كتبته هو انه شو رايك نناقش الرساله بالاوتيل بدل بالمكتب. صار في اي تداعيات من قبل ومن بعد هالتويت؟ لا لا انا عملت له تاج يعني انه اذا حابب تنفي اللي عم بقولهم فيه يعني ما حدا رفع. بكل جرأه حصل معك نفس الامر من قبل بعض السياسيين بلبنان؟ ايه كم مره؟ ما بعرف مش عدد طار؟ ايه انه جدل كبير سببته النائبة سينتيا زرازير لما قالت إنها بدها تدخل على المجلس النيابي بالسلاح بسبب حالات التحرش والمضايقات يلي عم يتعرضوا لها النساء داخل المجلس. شو تعليقك على هالتصريح؟ حقيقة كثير على جرأتها. بتوافقيها؟ شابو شابو شابو. يعني أولاً أدخلت سياق جديد مش سياق يعني أبروتش جديدة لتعاطي النساء داخل المجلس. جرأة كبيرة فتنا يعني صحيح إنه كتير بده شغل العمل لل 13 نائب بالمجلس ليقدروا يثبتوا شيء بس مجرد إنه المقاربة تغيرت هيدا أوريدي شيء. فلا يعني بحييها جدا بتحييها طبعا. من بعد صفحة التحرش ديما صفحة جديدة خلال أنا عندي هالقد صفحات أنا بتعرف لو جاي لعندك شو بيحكي يعني. اي حدا بيقعد على الكرسي عنده كثير صفحات وبعد اكثر ديما مغامرات عده بكتاب الشهره الخاص فيك ديما. كم مره بكل صراحه استدعيتي على التحقيق؟ ما بعرف والله يعني بطلت عدهم. ايه قد ايه تقريبا؟ عن جد ما بعرف كم مره استدعيت ام كم دعوه في علي دعوه شي 10 11 بطلت عدهم ما بعرف بس بعرف في رياض سلامه وخيو ومريان وجبران شي 3 دعوات وحزب الله شي دعوتين ونبيه بري. وين علقانين؟ بالمحاكم بس انا كنت روح طبعا عليهم احتراما للقضاء بس لما صاروا هن ما يروحوا على من بعد انفجار بيروت انا بطلت انزل على القضاء. يعني مش معقول انا كمان انزل على الناس هن متهمين يعني بلطجيه. ميزان العداله ميزان العداله بمسيرتك ديما وبسبب جرأتك وتصريحاتك اي كف غالب الثاني الخساره أو انا الربح. كل شيء بعمله انه اذا مقتنع بشيء بقوله لا بكون والله لا بكون عم بحسب انه هيدا حيكسبني ولا حيخسرني. فيني اقول لك انه في هلا في محطه واحده قلت لك انه لما خيرت بين اني اقول انا عاتي على ريسك انه انا اخسر كليا كاريري لإلي اخترت اني اخذ انا عاتي وبخسرت. ديما مكفين انا وانت كتاب الشهره الخاص فيكي ولكن رح نطلع فاصل اعلاني قصير منتابعك.